بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا سور القرآن العظيم. نقف عند معالم هذه السور ليكون هذا الوقوف معينا لنا على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، عملا بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. معنا اليوم سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية. وحين نقول إن هذه السورة مكية فهذا يعني أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نقول إنها نزلت قبل الهجرة فهذا يعني أنها ستعالج موضوعات رئيسة يهتم بها القرآن المكي، كإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كصدق القرآن، كالحديث عن الوحدانية والبعث والجزاء والحساب، وكمجادلة منكري نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض قصص الأنبياء التي من شأنها أن تسلي وتصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه على مشاق الدعوة. فسورة الفرقان مكية، وبعض أهل العلم قال إنها ليست كلها مكية، بل هذه السورة مكية إلا بعض آيات منها. هذه الآيات هي الآيات رقم 68 69 و70. قيل بأنها مدنية، وإذا حتى إذا قلنا بأن هذه الآيات مدنية، الآيات 68 69 70، حتى إذا قلنا أنها مدنية فهذا يعني لا يقدح في كون السورة مكية، لأن الحكم على السورة بيكون وفق الغالب. فهذه السورة مكية في غالب آياتها، على قول من قال إن فيها بعض الآيات المدنية، أو كلها مكية على قول الجمهور. آيات هذه السورة 77 آية، وعدد كلماتها 870 كلمة، وعدد حروفها 3733 حرف. تاني، عدد آيات السورة 77، كلمتها 870، حروفها 3733. هذه السورة من المثاني التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل. هذه السورة أيضا موجودة في الترتيب المصحفي بعد سورة النور، لكنها في ترتيب النزول نزلت بعد سورة ياسين. فلماذا لم توضع هذه السورة بعد سورة ياسين ووضعت بعد سورة النور؟ الإجابة على هذا السؤال تكفل بها علم المناسبات، علم المناسبات الذي يبحث فيه العلماء عن الخيوط الرفيعة التي تربط بين السور المتتالية. لماذا جاءت هذه السورة بعد هذه السورة؟ لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية؟ لماذا وضعت هذه الكلمة دون هذه الكلمة؟ إلى آخر ما يدرسه العلماء في هذا العلم. فبالرغم من نزول هذه السورة بعد سورة ياسين، لكنها
وضعت في المصحف، والواضع لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور، أو الصحابة على قول بعض أهل العلم. وفي كل الأحوال نحن نحتاج إلى أن نعرف الحكمة أو نتلمس الحكمة من وضعها بعد سورة النور. وهذا التعرف كما قلنا قبل ذلك اجتهادي، يذكره المفسرون باجتهادهم وتدبرهم وبما يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. فمن أوجه المناسبات التي ذكرها العلماء بين السورتين أنه سبحانه وتعالى اختتم سورة النور بكونه سبحانه وتعالى مالكا لما في السماوات والأرض، وأنه هو الذي يتصرف في السماوات وفي الأرض وفق ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى سيحاسب عباده يوم القيامة على ما قدموا من أعمال. فلما اختتم سبحانه وتعالى السورة السابقة بهذا المعنى، افتتح هذه السورة بما يدل على تعاليه سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، وعلى حبه الخير لعباده بإنزال القرآن لهم هاديا وسراجا منيرا. فإذا السورة السابقة تحدث عن بعض فعل الله عز وجل في الآخرة، وبعض عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه السورة أيضا تتحدث عن الله سبحانه وتعالى في بعض صفاته وبعض أفعاله المتعلقة بهداية خلقه وإنزال القرآن إليهم. فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك السورة السابقة سورة النور اختتمت بالحديث عن وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع مدح المؤمنين المتبعين لرسول الله، مع التحذير من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم في أول هذه السورة سورة الفرقان تحدث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه، وتحدث عن إنزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذم الجاحدين لنبوته. فالمعاني متفقة، المعاني يكمل بعضها بعضا. فكأنه في سورة النور يقول: اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علل في سورة الفرقان السر في كون رسول الله واجب الاتباع لأنه صاحب الفرقان، لأنه الذي نزل عليه الكتاب المبين. من أوجه المناسبات أيضا بين السورتين أن الله سبحانه وتعالى ذكر في السورتين بعض الآيات الكونية، بحيث إذا قرأنا سورة النور وأعقبناها بسورة الفرقان وقفنا على بعض آيات الله في الكون، ووقفنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. ففي سورة النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا، وفي هذه السورة: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن وصف السحاب وإنزال المطر وأحياء الأرض بعد موتها. من أوجه المناسبات أيضا بين السورتين وصف أعمال الكافرين في كل من السورتين، بحيث يبين لقارئ السورتين جزاء من ترك النور الإلهي والفرقان الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والنور اسم من أسماء القرآن، والفرقان أيضا اسم من أسماء القرآن. الله عز وجل يقول في سورة النور: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. أما في هذه السورة فقال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالسورتين بأكد على أن أعمال الكافرين لا فائدة منها، لن يحصلوا من ورائها شيئا مهما كانت في نظرهم عظيمة.
كذلك من أوجه المناسبة بين السورتين أن الله سبحانه وتعالى وصف نشأة الإنسان الأولى في السورتين، ففي سورة النور والله خلق كل دابة من ماء، وفي سورة الفرقان وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ثم من أوجه المناسبة بين السورتين أيضا أن هذه السور، سورة النور سورة الفرقان، في اتفاق في المعنى، فكلمة النور من شأنها أن تجعل الظلام ينقشع، من شأنها أن تنير الإنسان دربه، كما قلنا في المرة السابقة إن شرع الله سبحانه وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى من شأنه أن ينير للناس حياتهم. كذلك الفرقان من شأنه أن يساعد الناس على التفريق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فإذا كانت سورة النور تنير للناس حياتهم، فسورة الفرقان تساعد الناس على وضع المعيار الذي به يفرقون بين الحق والباطل. هذه هي أهم أوجه المناسبة بين السورتين. سورة الفرقان لها اسم واحد توقيفي، هو هذا الاسم المشهور، وهو سورة الفرقان. سميت هذه السورة بهذا الاسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن الحكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث، حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتكي له كيف يقرأ هذا الرجل هذه الآيات بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة هشام بن الحكم فيقره ويقول لسيدنا عمر بن الخطاب: هكذا أنزلت هذه الآيات. فإذا كلمة الفرقان سمعها النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذهب عمر وقال له: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فسميت هذه السورة سورة الفرقان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ سورة الفرقان فإذا هذه السورة اسمها كان متداولا على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الاسم كتبت في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث. لماذا سميت هذه السورة بسورة الفرقان؟ سميت بهذا الاسم لوقوع لفظ الفرقان في أولها، ولأنها تضمنت المعاني التي من شأنها أن تجعل المسلم يفرق بين الحق والباطل، كما سيتضح من استعراض موضوعات السورة أو من معرفة الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله السورة. فهذه السورة افتتحت بقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، مع أن كلمة الفرقان وردت في آيات أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي سورة آل عمران يقول الله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وفي سورة البقرة أيضا ورد هذا اللفظ في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما وردت هذه اللفظة في سورة الأنفال في قوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أي اليوم الذي فرق الله عز وجل فيه بين فريقي الحق والباطل بانتصار فريق الحق المسلمون على فريق الباطل أي الكافرين. وبالتالي بالرغم من أن كلمة الفرقان وردت في عدد من المواطن في القرآن، لكن العلماء
ولكن هذه السورة اختصت بهذا الاسم. والعلماء أو المؤددين أو المحفظين كما يذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير يقول إن المؤدبين من أهل تونس يسمونها تبارك الفرقان، كما يسمون سورة الملك تبارك الملك، لأن سورة تبارك بتبدأ بسورة تبارك، وسورة الفرقان بتبدأ بسورة أيضا إيه؟ بسورة تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان، فيفرقون بينهما بهكذا طريق بهكذا، فيسمون هذه تبارك الفرقان ويسمون الأخرى تبارك الملك. هذا ما يتعلق باسم السورة. أما عن فضل هذه السورة فالحديث الذي تعرفونه جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. فسورة الفرقان من السور التي نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي من الله عز وجل بها عليه وعلى أمته لتكون مكان الإنجيل، وليتحقق في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه كتاب مهيمن وجامع لكل ما في الكتب السابقة. فهذا ما يتعلق بفضل سورة الفرقان. يتبقى معنا الآن موضوعات سورة الفرقان، حتى نتعرف على المحور الرئيسي أو الموضوع الرئيسي الذي جاءت هذه السورة لتعالجه، بحيث تكون كل هذه الموضوعات الفرعية في خدمة الموضوع الرئيسي. افتتحت هذه السورة بالثناء على الله سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفت الله سبحانه وتعالى المنزل ببعض الأوصاف التي من شأنها أن نعلم شأن النازل وشأن المنزل عليه، أو شأن النازل وشأن المنزل وشأن المنزل عليه، لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى عظيما مالك الملك فهو سبحانه وتعالى لا يختار إلا إنسان عظيم، إنسان مصطفى، إنسان مختار. ثم الرسالة أيضا ستكون بمدى أهمية أو في مقدار أهمية وفي مقدار مكانة مالك الملك سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى حكاية بعض ما يثيره المشركون من شبهات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقارنت الآيات بعدما ردت عليهم طبعا بما يحق الحق ويبطل الباطل، حذرتهم من المصير السيء الذي ينتظرهم إن استمروا في هذا الخط الذي يسيئون به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدت المؤمنين بالجزاء الحسن. فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهم يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور، فهذه إساءة بالغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن بيصف بعد ذلك مصير هؤلاء السيد إن استمروا على هذا الحال، ويصور القرآن حسراتهم يوم القيامة وعجزهم عن أن يناصر بعضهم بعضا وأن يقف بعضهم مع بعض كما كانوا يفعلون في الدنيا حين يتآمرون على رسول الله ويتآمرون على الدين ويتآمرون على صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين
ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم تتحدث السورة بعد ذلك بعض قصص الأنبياء مع أقوامهم حتى يتسلى ويتصبر رسول الله على إيذاء المشركين، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما إلى آخر الآيات. ثم تعود السورة مرة أخرى لتتحدث عن هؤلاء الجاحدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحدث عن بعض إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون. الله عز وجل هنا يتحدث عن بعض ما سيصيبهم يوم القيامة: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم تتحدث السورة بعد ذلك بعد ذكر العذاب هذا الذي يلحق بهؤلاء المشركين، تتحدث عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، مما يعني أن الله عز وجل إذا وعد أوفى، وإذا توعد أنفذ وعيده، وإذا أنزل كتابا وإذا بعث رسولا، فهذا يعني من مظاهر عظمة الله ومظاهر حكمة الله خالق السماوات والأرض. ثم أيضا من ناحية أخرى لتلفت الصورة نظر المشركين إلى الكون حتى يرجعوا إلى أنفسهم. إذا كنتم لا تريدون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأهواء التي تتحدثون عنها وهذه الشبهات التي تسلقونها، فلماذا لا تنظرون في السماوات وفي الأرض وفي الرياح وفي المطر وفي البحار؟ ثم يمكنكم أن تعلموا من خلال هذا النظر في الكون وتتساءلوا: من يا ترى الذي خلق هذا الكون وماذا يريد منا؟ فإذا سألتم أنفسكم هذه الأسئلة ربما يعني تجدون الإجابة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجعون مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. يعني النظر في الكون يا جماعة يخلي الإنسان يتعجب. الكون مش ثابت على حاله، ليل نهار، ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل، وشمس تتحرك ونجوم تتلألأ وقمر يأتي ويروح وبحار تتحرك، وكل هذا لابد له من فاعل، لابد له من صانع. الإنسان في هذا الكون مفعول به أكثر من كونه فاعل، وبالتالي هذا يدعو العقل السليم للتفكر: من أنا ومن أين أتيت ولماذا أنا هنا وماذا يريد مني خالقي وصانعي سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تتحدث السورة عن عباد الله، عباد الرحمن، وتذكر بعض صفات هؤلاء العباد المكرمون الذين ساروا على خط رسول الله، الذين استجابوا لرسول الله، الذين آمنوا برسول الله ولم يفعلوا كما فعل المشركون. فتذكر الآيات من صفاتهم التواضع، ومن صفاتهم العفو عمن يجهل عليهم، ومن صفاتهم كثرة العبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصرف عنهم عذاب جهنم، ومن صفاتهم أنهم وسط في الإنفاق بين الإسراف والبخل، ومن صفاتهم أنهم مخلصون لله عز وجل في طاعتهم، ومن صفاتهم أنهم مجتنبون للرذائل
التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فيقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم تختم السورة آياتها بهذا بعد الحديث عن عباد الرحمن وصفاتهم. هذا العرض الذي عرضناه لحضراتكم يمكن أن نقول إن هذه السورة يعني تضمنت مجموعة من الأمور التي اهتمت بها السورة وركزت عليها السورة. من هذه المواضيع التي ركزت عليها السورة أن هذه السورة ساقت ألوانا من الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى وجوب بناء على هذه القدرة بناء على هذه العظمة وجوب الإخلاص ووجوب الخضوع ووجوب العبادة لله سبحانه وتعالى بما هو أهله وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق. فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. وهذا التمجيد وهذا التنزيه لله سبحانه وتعالى لاستحقاقه سبحانه وتعالى لهذا، وحتى يعني يتربى القلب المؤمن على التعلق بالله وعلى تنزيه الله وعلى معرفة قدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أيضا يتحدث عن بعض مظاهر قدرته في آيات أخرى فيقول: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. إذن السورة بتركز على عظمة الله، على قدرة الله، على تنزيه الله سبحانه وتعالى. ثم تتحدث السورة في ركنها الثاني عن التسلية والتسرية والتثبيت والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاء ما فعله المشركين برسول الله وبالقرآن، حيث وصفوا رسول الله بالأوصاف السيئة وحيث وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين واستنكروا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر. كل هذه الأمور تكفلت السورة بالرد عليها، فقال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، هذا إشارة إلى القرآن، وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ونرى أيضا التثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخطابه المباشر، فيقول الله له عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ثم يقول الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك، الخطاب لرسول الله تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله عز وجل أيضا في هذا السياق: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك السورة ترد عليهم هذا المطلب، لماذا لا ينزل القرآن على رسول الله مرة واحدة، لماذا ينزل متفرقا؟ الله عز وجل يقول: كذلك، يعني كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا هذه السورة زاخرة بالحديث عن الشبهات التي كان يثيرها المشركون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول دعوته وحول المعاني التي من شأنها أن تثبت الرسول وتزيد المؤمنين إيمانا.
كذلك هذه السورة اشتملت على آيات كثيرة تبين ما سيكون عليه المشركون يوم القيامة من هم وغم وكرب وحسرة وندامة وسوء مصير، كما تبين في المقابل مصير المؤمنين حتى تتضح الصورتين أمام كل إنسان فيختار طريقه. وهديناه النجدين، فيبين الله طريق أهل الكفران وطريق أهل الإيمان. فيقول الله سبحانه وتعالى في بيان عاقبة المشركين: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ويقول الله عز وجل عنهم أيضا: يوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إذا كأن الآيات تقول: أنتم بما أنكم تستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم ستتمنون يوم القيامة لو كنتم من أتباعه صلى الله عليه وسلم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أما بالنسبة للمؤمنين فقد ذكرت السورة ما ينتظرهم عند ربهم، فقال الله عز وجل: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ونصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. ويقول الله عز وجل عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله تعالى: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وهكذا تقارن هذه السورة بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه السورة كما يعني يقول أهل العلم وعلماء التفسير، هذه السورة اشتملت على ثلاث دعائم كبرى. الدعامة الأولى أو الركن الأول إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى. دي قضية رئيسية محورية تناولتها السورة في عدد كبير من الآيات وفي مواطن متعددة منها، إثبات أن القرآن منزل من عند الله، والتنويه بعلو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم في دعوته ليس بدعا من الرسل وأنه على طريقة غيره من الرسل. هذا هو المحور الأول، الحديث عن القرآن والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني أو الدعامة الثانية التي تقوم عليها هذه السورة هي الحديث عن البعث والجزاء والإنذار بالآخرة والتبشير بالثواب للصالحين المؤمنين، وإنذار المشركين بسوء مصيرهم في الآخرة، والندامة مما قدموه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعامة الثانية الحديث عن المصير، مصير المؤمنين ومصير الكافرين. الدعامة الثالثة التي تقوم عليها آيات هذه السورة الاستدلال على وحدانية الله وتفرد الله وتنزيه الله عن الصاحبة والشريك والولد، وإبطال عبودية الأصنام، وإبطال ما زعموه من بنوة الملائكة لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، كل دعامة من هذه الدعامات وكل ركن من هذه الأركان الثلاثة افتتح بقوله تعالى: تبارك. فإحنا عندنا من الآية رقم 1 للآية رقم 8: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى هذا هو المحور الأول أو الدعامة الأولى التي تحدث فيها الآيات عن القرآن وعن من نزل عليه القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثبت صدق القرآن وترفع من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعامة الثانية المتحدثة عن المصير، مصير المؤمنين ومصير الكافرين، تبدأ بقوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذا المحور الذي يبدأ من الآية رقم 10، من الآية رقم 10 لحد الآية رقم 60، لحد الآية رقم 60، فيتحدث في هذه في هذا الركن من السورة عن مصير المؤمنين ومصير الكافرين. الدعامة الثالثة الاستدلال على وحدانية الله والحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى من الآية 61 حتى نهاية السورة. تبدأ أيضا بتنزيه الله عز وجل، فيقول الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فإحنا عندنا في السورة ثلاثة تبارك: تبارك الذي، تبارك الذي، تبارك الذي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، أي رقم واحد. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار وجعل لك قصورا، أي رقم عشرة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أي رقم 61. فهذه الآيات الثلاثة هي بدايات للحديث عن الدعائم الثلاثة التي تشتمل عليها السورة. الإمام الطيبي عليه رحمة الله تعالى، واحد من كبار المفسرين، يقول: مدار هذه السورة، المدار، المحور، الهدف الكبير الذي تدور حوله هذه السورة، على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولهذا جعل براعة استهلالها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. إذن نستطيع أن نقول باختصار أن هذه السورة موضوعها الرئيسي، محورها الذي تدور عليه، هو التركيز على قضية الانتصار والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدفاع عن رسول الله يستدعي الدفاع عن القرآن وإزالة الشبهات عن القرآن. الدفاع عن رسول الله يستدعي الحديث عن من هو الذي أوحى لرسول الله، فيأتي من هنا الحديث عن عظمة الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى. الحديث عن رسول الله وأهمية الإيمان برسول الله يستدعي الحديث عن مصير من آمن برسول الله ومصير من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة تظهر شرف الداعي صلى الله عليه وسلم وتعلي من قدر القرآن الذي نزل عليه. لذلك سميت هذه السورة بالفرقان، لأنها تفرق بين المؤمنين والكافرين، وهذا الفرقان ما حصل للناس وما جاء للناس إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى على حروف؟ على قراءات. القرآن نزل على سبعة أحرف. طيب، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.